إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لحمها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا بلعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يصبح الله ذلك النور وتصبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأخبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار. ولم يزل انقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم التقيا على صفاح قط. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله
على سيدنا محمد يا ربي صلي وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ارتكبت على الخطا غير حسر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إننا نرجو إلى كأس حولك للعطش يوم نشري كتابيا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا واخلنا إلا عيا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة على النبي كل وقت دائما لا حنجم في السماء سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها تهري فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه
سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولم انتقل نور نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنهما اكتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة وبقارا وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة تكليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بليل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسلام وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في صف فعلمت أن موعد السرور قد قرب بدنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج موصول السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر البلاد وحان بروز الشمس السعادة تلألأ الحق نورا الله ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل وسلم يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتبقد يا رب صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليع الكون هذا أحمد يا رب صل على النبي محمد
منزل الخلائق من جهنم في غدي هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا سيد يا رب صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوحد يا رب صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا رب صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي قالت ملائكة السماء بأسره ولد الحبيب ومثله لا يولد يا رب صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا رب صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي ولدته مخطونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا رب صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناه طير في الغصون يغرد يا رب صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا الله له قصور بصرى من أرض الشام وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته صلى الله عليه وسلم مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وددته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من زنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار
وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طست من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا فيها خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوره حمل بني وناب له لصاحب التست وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك عليه وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك بألف عام وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفا وغالت بحيرة سابة وأصبحت أصنام الدنيا كلها موقوسة ورميت الشياطين من السماء بالسهب الثواقب وانبلد صبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزون ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وأنشد وقلبه إسلى بالنار صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صلي وسلم صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية تنكست مقلوبا فماذاك قل لنا فمن حزننا قد دارت العير بالصحب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار
خير البرية فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بالسيد الربي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية تردى لمولود على أتب نوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ونار جميع الفرس قد خامدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية فيا لقصي ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحبي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور
وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا. وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صلي وسلم. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج. وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. ومريضا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج. فزمن قد كنت بغيته والسماء في أرفع الدرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. بذلوا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهج. يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. أنت منجينا من الحرق باللهيب النار والأجج. ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. حبكم في قلبنا محب من رأين الذنب والحرج. صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج. وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. رب وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج. صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي ذلك الذمي لما تفعل في هذا الشهر دون غيره؟ فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يحزأ بي. فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما.
فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع ذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي وصحب المدامع قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنين وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يديه قال تقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أوت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه أنا السيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك عليه أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك عليه ورسول رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حليت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി വസല്ലിം. അല്ലാ വലി, അല്ലാ വലി, നിഅമൽ വലി, സല്ലു അലാ ഹാദ നബി മുഹമ്മദി. അഹ്യ റബീഉൽ ഖൽബി ശഹ്റുൽ മൗലിദി, കുല്ലൽ അനാമി ബിദിക്രി മൗലിദി അഹ്മദി, ജാഅത് ലി മൗലിദിഹി ശരീഫി ബസാഇറു وخوارق العادات ليلة مولدي. الله ولي، الله ولي، نعم الولي، صلوا على هذا النبي محمد. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد. البدر شق بأمره والشمس يد غربت له ردت بغير تردد. الله ولي، الله ولي، نعم الولي، صلوا على هذا النبي محمد. والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي. ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى كتفوا ويسيره لم ينفدي. الله ولي، الله ولي، نعم الولي، صلوا على هذا النبي محمد. وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد. أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد. الله ولي، الله ولي، نعم الولي، صلوا على هذا النبي محمد. يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حواك فلا تخيب مقصدي. قد حل بي ما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فاصعدي. الله ولي، الله ولي، نعم الولي، صلوا على هذا النبي محمد. ما لي سوى حبي لديك وسيلة فمن علي بفضل جودك سعدي. إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي. الله ولي، الله ولي، نعم الولي، صلوا على هذا النبي محمد. فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي. وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير وفاء.
فاجهدي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر يا معبود يا معشوق يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الصيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين ووسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبنيات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتصفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء اللهم احتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون
اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تعيذنا ومن ماتوا منا من عذاب القبر وتؤمننا وإياهم من الفزع الأكبر وتنجينا وإياهم عن دار البوار وتسكننا وإياهم الفردوس من دار القرار بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الأبرار والأخيار اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وما مدحناه وما صليناه هدية إلى حضرة نبينا وحبيبنا وحبيب قلوبنا والطبيب لبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا رب العالمين اللهم وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والعلماء والشهداء كلهم أجمعين من جهات مشايخنا وساداتنا أصحاب البدريين والأحديين وجميع الصحابة كلهم أجمعين اللهم وإلى حضرات أرواح مشايخنا السابقين من سلسلة القادرية والرفاعية والبرزانية والشاذلية والبدوية والجشتية وسهروردية والهمدانية والعيدروسية والعلوية والبعلوية والنقشبندية والسائر الطرق كلهم أجمعين اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وعزا على عزهم وكرامة تليق بدرجاتهم اللهم بحقوقهم أصلح لنا وبارك لنا اللهم بحقوقهم اسر عسيرنا وسخل أمورنا وفرج كروبنا اللهم كشف همومنا اللهم أد ديوننا ودمر أعداءنا وستر عيوبنا وبلغ آمالنا اللهم اقض كل حوائجنا اللهم اقض كل حوائجنا اللهم اقض كل حوائجنا اللهم اشف أمراضنا اللهم اشف أمراض مرضانا اللهم اشف أمراض والدينا اللهم اشف أمراض أمهاتنا اللهم اشف أمراض أحبابنا اللهم اشف أمراض إخوتنا اللهم اشف أمراض أخواتنا اللهم اشف أمراض من أوصانا اللهم اشف أمراض من أعاننا ويعيننا اللهم اشف أمراض من تعلقوا بنا يا شافي ويا كافي وإن لم تشفها من يشفها شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما ظاهريا وباطنيا وجسمانيا وروحانيا وإن لم تشفها من يشفها شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض الله ويني സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ മദഹിന്റെ സദസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഓതിയതും ചൊല്ലിയതും പാടിയതും എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ റിളാഇൽ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ മനാമിന്റെ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ തർബിയത്തിൽ കൂട്ടണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ഹിഫ്ളിൽ കൂട്ടണേ അവിടുത്തെ ഹിമായത്തിൽ കൂട്ടണേ അല്ലാ പുണ്യറൗദയിൽ പലവട്ടം സിയാറത്തിന് ചെല്ലാൻ അല്ലാഹുവേ മദീന ആസ്വദിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഒരുപാട് പേര് ദുആ വസിയത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ ഈ കൂടിയിരുന്ന് ആമീൻ പറയുന്നവരുടെ ഹലാലായ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഈ കൂടിയിരുന്ന് ആമീൻ പറയുന്നവരുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ
നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിയിൽ ആഫിയത്തോടെ ഇസ്സത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബത്തോടുകൂടെ ദീർഘമായി കഴിഞ്ഞ ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാൻ മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരുടെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കുക അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. കടബാധ്യത ഉള്ള പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനേ, കടങ്ങള് വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങള് തന്നത് തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ അതിന്റെ മാർഗം പരിഹാരം നിന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഉള്ളൂ. കടങ്ങള് വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹറാമുകളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ തന്ന ഹലാലിൽ സംതൃപ്തിയോടെ കഴിയാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പലിശക്കിണിയിൽ പെട്ടുപോയവരുണ്ട് കരകയറ്റണേ അല്ലാഹ്. ലോണിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് കരകയറ്റണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു മാസമല്ലേ, അനുഗ്രഹീതങ്ങളായ ദിവസങ്ങളല്ലേ. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് അർഹത നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവിചാരിത നേരത്തുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായമായവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ബന്ധങ്ങളെ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പലരും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ അനുയോജ്യമായ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളിലെ അവിവാഹിതർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് പഠിച്ചു ജോലി തേടുന്ന മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, സഹോദരങ്ങളുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. ഖൈറായ ജോലി നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് പേര് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. വസ്തുക്കൾ വിറ്റുപോകാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിറ്റാൽ വിറ്റതിനേക്കാൾ ഖൈറായ മറ്റൊന്ന് വാങ്ങാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നീ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ, പലരുടെയും പലതും വാങ്ങിക്കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ, പലരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പേരുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചവരാ ഞങ്ങൾ. അല്ലാഹുവേ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന വീടുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ, വീടില്ലാത്തവർ വീട് പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ എളുപ്പത്തിലാക്കുക അല്ലാഹ്. വീട് പണിതതിലുള്ള കടമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ, നീ അത് വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളുടെ പഠനത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാഹ്. പൊന്നുമക്കളെ കൊണ്ട് രണ്ടു ലോകത്തും നീ സന്തോഷം തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ കൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടിയ മാതാപിതാക്കളിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. പൊന്നാര മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് നനയല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പൂവതനം കാണാൻ മരണത്തിന് മുന്നേ പലവട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുക അല്ലാഹ്. മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ നിർവൃതി റബ്ബേ, കൽബിന്റെ കുളിർമ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ടാവണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഖുർആൻ കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള മരണമാവണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖബറിലെ ചോദ്യം എളുപ്പമുള്ള സമയത്തിൽ ചെന്ന് ചേരാൻ പാകത്തിനുള്ള മരണമാവണം അല്ലാഹ്. ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിലോ ജന്നത്തുൽ ബഖീഇ പോലെയുള്ള ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഖബർ ഒരുങ്ങണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകു അല്ലാഹ്, നീ തൗഫീഖ് നൽകു അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലാഹ്. നീ ഖാലിൽ ഹാജാത്തല്ലേ, നീ മുദബ്ബിറുൽ ഉമൂർ അല്ലേ, ഖൈറ് നിന്റെ കയ്യിലല്ലേ, അടിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ശർറ് റബ്ബേ നിനക്കല്ലേ അറിയൂ, അകറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്, അകറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഖബൂലാക്കു അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്
അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, വലിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരെയും നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ഡാം ദുരന്തങ്ങൾ പോലെയുള്ളതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ സുരക്ഷിതത്വം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ പാവപ്പെട്ട വയനാട്ടിലെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ പകരം നൽകുക അല്ലാ. അവിടെ മരണമടിഞ്ഞവർക്ക് റബ്ബേ ഷഹീദിന്റെ പദവി നൽകണേ അല്ലാ. അവിടെ പോയി ഖിദ്മ ചെയ്തവർക്ക് റബ്ബേ വലിയ കൂലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും നീ നല്ലത് വരുത്തുക അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഫലസ്തീനിലെ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു മോചനം സമീപഭാവിയിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.